السلام عليكم. This is سليم سليم من كاميرون هايلاندز. من اكتر الحاجات المشهوره والمعروفه جدا في كاميرون هايلاندز هي شارع الاكل. الشارع ده كله مليان اكل. في الويك اند بيبقى مهرجان اكل في كل مكان، بتلاقوا ناس بتبيع كل انواع الاكل اللي ممكن تشوفوها في حياتك. من اكتر الحاجات المعروفه هنا حاجه اسمها تاكويا، شكله رهيب جدا، معمول من البيت وبيتعمل وبيتحمر. تخيلين كم الصوص اللي بيحطوه عليها، بيحط عليها لبن دلوقتي، شكله مره مختلف جدا، يحط كل ده يتملي وبيتعمل مره واحده، شكله مرعب جدا. من الحاجات المعروفه هنا هي زي سوسيس، بيبيعوا سوسيس بطريقه مختلفه جدا، بيتحمر وبيتحط على النار. ده من اكتر الاكلات المعروفه هنا، الواحده من ده ب3 رينجت في اي مكان، نفس نوع السوسيس اللي ممكن تلاقيه في اي مكان. في نوع فاكهة مميز قوي اسمه انجو كاميرون. انجو كاميرون ده اللي هو زي العنب، شكله مختلف جدا، ولكن في الحقيقة هو اكبر من العنب الطبيعي اللي انت ممكن تلاقيه في اي بلد في الشرق الاوسط. ده عنب موجود بس في جنوب شرق اسيا، في منه لون تاني هو لون الاصفر، مختلف جدا وحقيقي من اجمل الحاجات اللي ممكن تشوفها. كمان بيبيعوا انواع فاكهة مختلفة زي الافوكادو. الافوكادو الكيلو بحوالي 18 رينجت. الافوكادو شكله مختلف عن اي حاجه ممكن تكون شفتها قبل كده. من اكتر الحاجات اللي بتميز كاميرون هايلاند عامه انك بتلاقي هنا فاكهه وخضار مش هتلاقيها في اغلب المدن بتاعه ماليزيا، لان هنا بيزرعوا انواع فاكهه وخضار كتير جدا. هاي لان المدينه هنا طبيعتها معموله للزراعه، كلها اراضي زراعيه وبيحصل مطر كتير جدا، فمهيئه جدا جدا ان هي تكون مكان خصب للزراعه. من اكتر الحاجات اللي بيعملوها هنا هي سويت كورن. سويت كورن بتحمر، بتعمل بشكل مختلف قوي، بتباع في اي مكان في ماليزيا 5 رينجت، ولكن ريحته لوحدها تخليك عايز تاكله جدا. زي ما بيبيعوا السويت كورن برضو بيبيعوا السويت بوتيتو. متخيلين شكل السويت بوتيتو؟ شكلها مختلف جدا ومميز. الحراره بتاعتها انا حاسسها الحراره بتاعتها رهيبه جدا جدا. انت متخيل كم غير طبيعي من السويت بوتيتو، وكله معمول بالعسل، شكله مرعب، هو بيتعمل بسرعه جدا. بصراحه من احلى الحاجات اللي ممكن تاكلوها هنا. هجرب حاجه مختلفه قوي، ما اعرفش هي ايه. عامله بالظبط زي الزلابيا، هي اسمها بيبولا، رهيبه جدا، شكلها مختلف قوي، كميه الوان غير عاديه، هي عامله زي البطاطا بالظبط وحلوه جدا جدا. بيبيعوا الذره الحلو بشكل مختلف جدا، سخنه سخونه غير طبيعيه، وبيعملوها بسرعه جدا بشكل حقيقي يخليك لازم وعايز تاكلها. كل ده كم سويت كورن غير عاديه، كون جاهزه ليك، تحفه بجد. الحاجة اللي ممكن تلاقيها في أي بلد في العالم هي نفس الفكرة، مش هتبقى متغيرة خالص، هي البرجر. البرجر في ماليزيا شكله غير، روعة البرجر هو بيعمله بالبيت، شيء غير طبيعي حقيقي، حاجة غاية الروعة. حجم البرجر نفسه أكبر من أي حجم برجر ممكن يكون جربته قبل كده، حقيقي شكله مغري وبشكل غير عادي. لحمة طازة، كله بنفس السعر، كله ب 13 رينجل. I like your burger so much. مجرد ما بتشوف كل كميه الاكل حواليك، حتى لو انت مش جعان هتكون عاوز تاكل، وهتشوف حواليك كميه لحوم وكميه فراخ بتتعمل بشكل غير طبيعي. مش متخيلين يا جماعه الريحه. داجينج بكار، متخيلين شكل اللحمه عامل ازاي؟ لحمه غير طبيعيه، كلها معموله مره واحده، بتحط عليها صوص وبتتعمل بالزيت بخلطه وبصوص غير طبيعي. انت لو مش عاوز تاكل هتاكل من الريحه. اللحمه يا جماعه بجد شكلها غير طبيعي، هي بتتعمل مش متخيلين كميه اللحمه بجد غير طبيعيه. كمان بيعملوها بكميات وبانواع مختلفه قوي، واللي بيميز المكان هنا ان هم بيعملوا الاكل بشكل مغري جدا، بيخليك عاوز تاكل. في الحقيقه ما ينفعش ان انا اشوف اللحمه دي قدامي وما اجربهاش، الحقيقه ان هم عاملوا لي باكت صغيره من اللحمه وما رضوش ياخدوا فلوسها. هنا حلوه جدا، من اكتر حاجه بتميزها هي الصوص نفسه، شكل اللحمه وهي بتتعمل بيبقى خليك عاوز تاكلها اكتر، ولكن طعمها عادي بالظبط عامله زي اللحمه الجملي اللي ممكن تاكلها في مصر. الناس هنا هم احلى حاجه، بيعرضوا عليا اكل ومش عاوزين ياخدوا ثمن الاكل. مجرد بس انك بتشوف الناس وبتمشي وسط زحمه الناس، بتشوف الناس كلها بتجرب الاكل، بتبقى حابب انك انت تجرب الاكل. الويك اند هنا في ماليزيا يعتبر احتفال، لازم يحتفلوا ولازم ينزلوا كل الاسواق، كل انواع الاكل تلاقوها، كل انواع الحاجات اللي ممكن تشتروها. من اكتر الحاجات المعروفه هنا هي العصاير عامه، كل انواع العصاير. ده نوع من انواع العصاير اللي هو زي السيرب بس بيعملوه من الفراوله، ده ستروبري. من اكتر الحاجات المشهوره هنا هو المايلو، عصير مشهور جدا، اشهر اكله وارخص اكله في نفس الوقت. هي رز بالفراخ، الاكله العامه الرسميه المعروفه هنا في ماليزيا. هنا كميه حجم الفراخ، شكلها غير طبيعي، مغري غير عادي، مجرد دراسه الفراخ وشكلها هتخليكوا عاوزين تاكلوا حتى لو مش عاوزين تاكلوا. بالظبط 8 رنجت، حاجة غير طبيعية، مجرد هو بيعمل الرز كده.
تتبيله الرز بتتعمل قويه جدا عشان ريحه الرز طول ما انت ماشي في الشارع تفضل تكح. دلوقتي احنا تقريبا في اخر اليوم لكن لسه في اكل كتير جدا. ده نوع من انواع البيض، ده كميه خضار غير عاديه، ده نوع من انواع حاجه زي البتنجان بس معموله بصوص بيعملوه هنا في ماليزيا، كميه صوصات غير طبيعيه وكميه انواع لحوم كمان غير عاديه. من اكتر الحاجات اللي بحبها هنا في ماليزيا ان بيشتغل بنات او ستات كتير جدا، البنات والستات بيشتغلوا عادي في الشارع. هنا في كم انواع اسماك غير عاديه، ده نوع من انواع الاسماك حاجه اسمها مشروم، شكلها ورصه الاكل بتخليك عاوز تاكل جدا، من انواع الاسماك المعروفه جدا هنا والمشهوره جدا هنا. اما ده بقى نوع سمك تاني مختلف جدا، عباره عن حاجه معموله زي الكفته كده بس شكلها مختلف قوي. نوع تاني بقى من انواع السمك اسمه يوبي مادو، بصوا شكله يا جماعه عامل ازاي، شكله مغري بشكل غير طبيعي، ملهم الاكل مره ملهم، خليك فعلا عاوز تجربه بشكل مره مرهم. كل انواع الاسماك دي المتوسط بتاعها يا جماعه ب 4 ريال. هو ده المغري، والمختلف جدا في ماليزيا ان هما بيبيعوا الفراخ بس بيبيعوها بشكل مختلف جدا، معموله بشكل غير طبيعي، كلها فرايد تشيكن، فراخ بتتبيله وبشكل غير طبيعي فتخليها مغري بالنسبه لك جدا انك عاوز تاكل حتى لو مش بتحبها. بيعملوا الفراخ بالنودلز، الرز بالفراخ هنا اسمه ناسي جورين كامبوم، رصه الاكل نفسها بتخليك عاوز تاكل وتغريك انك انت تاكل. كل دي بنفس السعر، دي 8 رينجت ودي بنفس السعر. كل ده يا جماعه محفزات بتخليك عايز تاكل حتى لو مش جعان بس هتاكل يعني. طبعا الفراخ تتاكل مع رز، بصوا بيعملوا رز بشكل غير طبيعي، البنت اللي بتجهز الاكل بتجهزه بسرعه جدا. دي اشهر واكتر اكله معروفه هنا. ثانك يو. هنا كمية انواع واكلات بحرية كلها حاجات من السمك، ده نوع سمك ولكنه مميز جدا حقيقي، نادر قوي، حاجات نادرة جدا وشكلها مرة مميز ومختلف جدا. هي المفروض ان هي جمبري بس هي شكلها مش جمبري خالص، مبدئيا هي ساعة جدا او كأنك بتاكل نوع من انواع الجمبري بس بجد لذيذ قوي. قالوا لي ان هو مش جاهز بعد ما انا اكلته اوريدي. كم انواع سمك غير طبيعي، جمبري شكله بجد مميز جدا وغريب جدا جدا، غيرين حجم السمك نفسه او شكله، بجد شكله غير طبيعي ومغري ليك كمان انك انت تاكله، او مغري انك انت عاوز تجربه. اللي انا اكلته ده كان المفروض ان هو يبقى مقلي فانا اكلته ني، فهم ما قالوليش بس قالوا لي بعد ما اكلته. من اشهر الحاجات هنا لازم تجربوها هي السويت كورن، شكل السويت كورن وهي بتتعمل شكلها مره مغري يا جماعه بشكل غير طبيعي حقيقي، شكلها مره مغري. بصوا يا جماعه شكل الفراخ وهي بتتعمل شكلها مغري بشكل غير طبيعي، مجرد بس وهي بتتعمل كده وبتتجهز. الفراخ هنا يا جماعه هي اكتر حاجه مشهوره بالتتبيله بتاعتها، خد بقى على رز، بيعملوا رز في احجام كبيره قوي وبيعملوه في الشارع فبيخليك عاوز جدا انك تاكله. دي من اكتر الحاجات اللي بتميز عامه ماليزيا، انت بتشوف الاكل وهو بيتعمل قدامك وهو جاهز فده شكله مره مختلف وتبقى حابب جدا انك انت تاكله. هتلاقي ريحه الاكل بتيجي عليك من غير ما تعمل اي حاجه، مجرد بس هو بيعمل الاكل كده وبيشوي اللحمه حتى لو انت مش جعان هتاكل، كمية صوص غير عادية وتتبيلة مش طبيعية. فالاكل الاكلة دي يا جماعة اسمها كامبينج بكار، كمية البخار وكمية البهارات اللي بتشموها وانتوا واقفين والاكل بيتعمل حقيقي شكلها مرة غير طبيعي، شكلها مرعب يا جماعة. بصوا يا جماعة الابداع في رص الاكل والالوان كمان، دي ناسي لمك، دي الوجبة اللي هما بياكلوها في الفطار، وجبة عبارة عن فراخ وبيض ورز، شكلها يا جماعة مغري جدا، مجرد شكل الاكلة شكلها ورصتها معموله بشكل مبدع جدا. ده رز بالفراخ عادي جدا، رز بسمتي مع الفراخ الاكله الطبيعيه ولكن كلها شكلها مغري جدا. هنا بيعملوا كم انواع عصاير غير طبيعي، كل انواع العصاير اللي ممكن تتخيلوها، حاجه زي الشوكولاته، حاجه زي المانجا، انواع عصاير كتير قوي معموله زي اللبن. الفكره مش في اللي هم بيبقوا، الفكره في شكل رصه العصاير نفسها وقد ايه هي شكلها مغري انك انت تحب تشتريها. ده بواحد رينجت حاجه من انواع الفانيلا يعني. ثانك يو سو ماتش. العصير بتاعهم حلو قوي يا جماعه. طبعا دلوقتي عشان اخر اليوم فالناس كلها بتخلص وبتلم حاجاتها، والساعه تقريبا دلوقتي 10، ده اخر وقت ممكن انتوا تلاقوا فيه السوق. السوق بيكون موجود كل يوم جمعه وسبت وحد من الساعه 6 لحد الساعه 11 تقريبا. لو اتفرجت على الفيديو للنهايه واستمتعتوا بكل الاكلات اللي كانت موجوده في الفيديو دي فما تنسوش تعملوا سبسكرايب دلوقتي حالا وفعلوا الجرس بقى عشان تشوفوا كل الفيديوز الجايه، تابعوني على كل السوشيال ميديا وادعموني في رحلتي. انا سليم، سليم ترافلز، سلامكم الله. اتعرفت على اسرة ماليزية. How are you? All good. عندهم اطفال جمال بس هم خجولين شوية. So happy meeting all of you.